نجا ببشوفتو كتما يمدرجو بجوجوت يمتبكو يمدنا كونفرنس يمجمر بتجزينو دنقر قاتو كدامي ملوكن كمال ده هول الساعة جمرو تر حياكن اليوم دقمو بهاي أنت بهاي أنت تر هاي أنت هود ملوكن كمال ده هول الساعة جمرو يك التلال زيابر أملاك بنني بهولت تكنوج تعلق يمدنك كونفرنس بمهونو مكنيات زيابر يعززون تللك يفوس يتعمرات يتنبيت يمسنانات كونفرنس ويم دقمو منفس بزين دميهون زيابر تناغروات بقلتو دقمو زيابر أملاك يهنن يبيت كريستيانة جن عطبيا بميقرم هنيتا عصبوبوت بقلتو عبرو يمين مرت لهنال كلاتشوم كدامي النهود تر حيا ناحيا عند زين نقنان يالن يتايسي باركاتشو تباركو አዋጅ 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 ወንጌልን በእግዚአብሔር መለኮታዊ ኃይል እንድትሰሩ እግዚአብሔር አምላክ ይናገራችኋል አሜን ታላቂ ሆነ የመደነቅና የተአምራት ኮንፈረንስ በቢሾፍቱ ወንደርስ አጥቢያ ተዘጋጀ እነሆ ቅዱሳን ደስ ይበላችሁ ልዩ የሆነ አመታዊ ኮንፈረንስ በቢሾፍቱ ከተማ ቀዳሜ ጥራያና እሁድ ጥራያን بتلاقي بشتانا مرجم يمتسك أيو يجزيابير سو نبي درس لاقونا يجزيابير سو باستر غوران ليان دان داچو أجيب ماش يمس أليوس لونا كمل لا وعلم يمتمتو هلا توم تجابز أجوال بقلتو تعافاتك على جزء يتمبيت يفوسنا نس أي موتات برنامج ينورنا انديوم كتجابا يزماريان غارنا كأنوينتينغ باندغار እግዚአብሔር አምላካችንን ከፍ ከፍ እናደርጋለን እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ሲናገር የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 18 ላይ እኔም ልሃለሁ አንተ ጴጥሮስ ነህ በዚያችም አለት ላይ ቤተክርስቲያን እሰራለሁ የገሃነም ደጆችም አይችሏትምና እንደሚለው በዚያን አለት ቤተክርስቲያናችንን በታላቅ ድምቀት እናስመርቃለን ታዲያ በዚህ ተአምራዊና የመደነቅ ኮንፈረንስ ላይ በፍጹም አይቀርም ልብ ይበሉ ቅዳሜ ጥራያና እሁድ ጥራያ 1 በጭራሽ አይቀርም አድራሻችን ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማርልያ አካባቢ ያገኙናል ነገ በቢሾፍቱ ከተማ የሚደረገው በጉጉት የሚጠበቀው የመደነቅ ኮንፈረንስ የሚጀምርበት ጊዜ ነው ደነገርኳችሁ ቀዳሜ ሙሉቀን ከማለደ 2 ሰዓት ጀምሮ ጥር 20 ቀን በብሾፍቱ ወይም ደብረ ዘይት አጥቢያ ላይ እግዚአብሔር አምላክ ድንቅ ነገር ያረጋል እንዲሁም ደግሞ በ21 ጥር 21 እሁድ ሙሉቀን ከማለደ 2 ሰዓት ጀምሮ የሚኖረው ኮንፈረንስ እንዲሁ ይቀጥላል እግዚአብሔር አምላክ በእነኚህ በሁለቱ ቀኖች ታላቅ የመደነቅ كونفرانس بمهونو مكنيات اكزيابر يعززون تللك يفوس يتعمرات يتنبيت يمسنانات كونفرانس ويم دقمو منفس بزين دميهون اكزيابر تناغروان سلزي هلات شنم قابش جالو بمال رامتات شو بوتاوچات شو نيازو اكزيابر يبارك بقلتو دقمو اكزيابر عملاك يهنن يبيت كريستيانة شن عطبيا بميقرم هنيتا عصبو بوت بقلتو عبرو يمين مرت لهنال هلات شم تقابزات شوال ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ የእግዚአብሔርን እጅ ማየት የምትፈልጉ በእግዚአብሔር ፊት እግዚአብሔርን ማምለክ የምትፈልጉ ታሪካችሁ እንዲቀየር የምትፈልጉ ስራት እንዲበጠስ የምትፈልጉ ሁላችሁም በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም እዚህ ተመጣላችሁ ጌታ ድንቅ ነገር ያረጋል ትባረካላችሁ ትፈታላችሁ ሁላችሁም ቀዳሜና እሁድ ጥር 20 እና 21 እዚህ እንገናኛለን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ተባረኩ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀምበር ይሰበራል አኖይንቲንግ ቲቪ ኢትዮጵያ